إنسانيا في وقتنا الحاضر. نحن هسع بنعيش في مثلا النصف الثاني من القرن العشرين، انتهت الحرب العالمية منذ 22 سنة. منذ 22 سنة الناس ما قدروا يعيشوا في سلام باستمرار. مما انتهت الحرب سنة 45 في تسلح مستمر وسباق في التسلح. وإذا كان نحن بنعيش في سلام، ما قامت حرب عالمية تانية في مدى ال 22 سنة. السبب فيها مش أننا وصلنا لحل مشاكلنا نحن البشر في الكوكب ده، لكننا نحن خايفين من الحرب. الكتلتين الكبيرتين في الشرق وفي الغرب، السوفيت والأمريكان، عندهم الأسلحة الفتاكة، الأسلحة الذرية، الأسلحة النووية والهيدروجينية، اللي عرف أنه أي من الكتلتين لو قامت بإشعال حرب بيحصل من الضرر ما لا يكون معه أي نوع من الاستقرار، من ما يكون في أي نوع من السلام معه، ما يكون في ما بيطلع إنسان منتصر ليكون هو صاحب السلام. ف الحالة اللي نحن فيها بقول من حالة السلام اللي نحن شايفينها في مناوشات إقليمية، نعم، لكن حرب عالمية ما جات مش لأننا وصلنا إلى مستوى السلام. سلامنا ده سبب الخوف من الحرب. في الحرب العالمية الأولى، وكلكم عارفينها في التاريخ، لما انتهت سنة 19 بريطانيا كانت منتصرة في السلام، وكانت صاحبة عالم ما بعد السلام. عالم ما بعد السلام نظمته بريطانيا. في الحرب الثانية بريطانيا هي السبب في النصر، لكنها ما استطاعت أن تسيطر على عالم ما بعد السلام. أنا أفتكر أنه في ظاهرة تاريخية فريدة. زمان كانت كل حرب تنتهي الإنسان المنتصر هو السيد. الظاهرة التاريخية الفريدة هي أنه بعد الحرب الأخيرة المنتصر مش السيد. حتى صيغة الجملة الطريفة اللي قيل أنه بريطانيا كسبت الحرب وخسرت السلام. هذا الموقف ده عنده دلالة شديدة على أنه المدنية الغربية ما بتستطيع أن تستوعب طاقة بشرية القرن العشرين. المدنية الغربية وصلت نهاية مقدرتها التطورية، أو أقول وصلت الطريق المقفول. طاقة الإنسان المعاصر بتتطلب مع طاقة الإنسان المعاصر بتتطلب مع الكفاية المادية تتطلب الحرية. المدنية الغربية قايمة على أسس مادية واتجاهات مادية. الاتجاهات المادية دي في الحقيقة تستوي فيها الشيوعية في الشرق أو الديمقراطية في الغرب. المدنية الحاضرة سميت، او المجتمع بتاع المدنية الحاضرة سمي مجتمع الاستهلاك، بمعنى انه الالات بتاعاتنا والصناع بتاعنا يدوروا لينتجوا ونحن نستهلك. يعني عربات كثيرة، ثلاجات كثيرة، راديوات كثيرة، تلفزيونات كثيرة، سينمات كثيرة. بنقول المجتمع الحاضر سمي مجتمع الاستهلاك، كأنه الإنسان ينتج ويستهلك ويتوسع في الإنتاج ويتوسع في الاستهلاك. قامت الحركات الشاذة، برضو ناس كثيرين من الناس يشوفوها حركات تفسخ في القرن العشرين، بعض الناس قالوها،
زي مثلا حكاية البيتلز، وزي حكاية البروفوس، وزي حكاية الهيبيز، الشباب اللي أرسل لحيته شعر راسه، لبس البنطلون المرقع وبقى يبيته في الشوارع ويعيش عيشة أقرب إلى الغابة. دير كأنما قالوا أنه الإنسان فقد فرديته وفقد نفسه في المجتمع الحاضر. نحن بنرفض أن نعيش في مجتمع ده، عايزين حتى المجتمع الساذج البسيط اللي طلباته المادية بسيطة، ولكن الإنسان يجب نفسه مش يضيع في الإنتاجية الكبيرة والمجتمعات الكبيرة. هي الحقيقة النقطة الحاصلة في اضطرابات الشباب وفي حركات الشباب وفي اضرابات الطلبة اللي اجتاحت اوروبا واجتاحت العالم الشرقي زي ما اجتاحت العالم الغربي، هي في واقعة من دلائل الصحة مش من دلائل المرض. كأنما الانسان طاق بالوضع ده، بيبحث عن حاجة وما مهتدي لها وما عارف وين، لكن شاعر بها. ده شعور القبيلة قلناه انه موجود، الانسان عايز الحرية لكن قد لا يعرف يجيبها من وين. والإنسان حريته لا يمكن أن تجي بمجتمع الاستهلاك، لا يمكن أن تكون حريتنا نحن في أن نجد الحطام الكثير وننغمس في الترف والاستهلاك، وإلا بكون ده الإنسان زي بالحالة دي بكون زي السائمة، زي البهيمة اللي وجدت المرج الأخضر واسترسلت فيه. هذا المقدم الإنسان. الإنسان مهما أنت أعطيته من الجانب المادي لابد له من جانب الحرية والروح. ولذلك الدستور العلماني خطأ في محتواه، لأنه في بلاده أعلن فشله. الدستور العلماني معناه الدستور الدنيوي. في بعض الناس قالوا الدستور العلماني معناه الدستور العلمي، ده خطأ. لما تقول أنت دستور ديني مقابل له دستور علماني دنيوي، يعني يهتم بمسائل الدنيا. الدستور العلماني اللي احنا بنتجه له بعض الاخوان خوف من الدستور الاسلامي المزيف، فيه ضرر كبير في محتواه، فيه ضرر. ونحن بنشوف ان طلايع البشريه القائمه على الاتجاه العلماني فشلت واحتارت. ومن دلائل فشل الكلام اللي قلت لكم، 22 سنه البشريه في حيره، ما قادره تستقر وما عندها السلام الحاضر ده الا لانها خايفه من الحرب. السلام اللي بيجي من الخوف، المعيشة اللي بتجي تحت ظل الخوف ما معيشة طبيعية. فالدستور العلماني إذن فاشل في محتواه. ثاني في نقطة تخلينا برضو نحن السودانيين بصورة خاصة ما ننصرف للدستور العلماني، هي أن شعبنا بيحب الدين ويمكن أن يتضلل بالدين، وفي دعوة دينية قائمة، والدعوة الدينية بيمارسوها ناس جهلة، بتمارسها الطائفية وبمارسوها فوقها ما عارفين حقائقها، وبمارسوها ناس بيعيشوا بيها، بمارسوها ناس بيستغلوا الدين للتنظيم السياسي لأن ينالوا المناصب. فإذا كان نحن خلينا ميدان الدعوة الإسلامية فاضي ليمشي المثقفين أو بعض المثقفين جمهور منهم كبير ليدعو للدستور العلماني، كأنما تركنا الشعب غنيمة سائغة للناس اللي بيضللوه باسم الإسلام. أنا أفتكر أنه في اعتبارات في الدستور بتاع سنة 67 يجب رفضها، وده اللي قلت لكم فيه أنه شوه الحقوق الأساسية. سياسة سنة 67 قايمة على التشويه وانتقاص للحقوق الأساسية بتعديل المادة 5-2 بالصورة اللي قلناها. يبقى مسألة الدستور العلماني اللي قلنا عليه هسع في أنه خطأ في المرحلة التكتيكية نفسها، في أننا بنخلي ميدان الدعوة الإسلامية فاضي وفي محتواه. الدعوة إلى الدستور الإسلامي المزيف، ودي خطيرة جدا وتجب مناهضتها، لكن ما في سبيل لمناهضتها في الحقيقة إلا الاتجاه للإسلام الصحيح. والإسلام الصحيح بنتجه له مش لمجرد أنه بمكننا من هزيمة الطائفية، لأنه بننازل الطائفية في ميدان بيه، مش لمجرد ده، لأنه هو قبلة الناس كلهم. في مستقبل البشرية لا يمكن أن يكون في حل لمشاكل المدنية الحاضرة، مدنية الاستهلاك أو الحضارة المادية الحاضرة، إلا إذا لقحت بالروح الإسلامي.